السائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه فقط بدون أخذ شيء من الحواجب؟ هذا يسمى بالحث، إذا كان الوجه شعر مشوه لها فتزيله، أما إذا كان عاديا فالأحوط والأحسن تركه. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ما حكم يعني من العلماء من يرى أنه من النمس، حتى أخذ شعر الوجه يضعف من النمس إلا إذا كان مؤذيا ومشوه. نعم.